تعالوا نتابع العمل، الصورة الإيجابية، مصر الحلوة، مصر بتاعت بكرة. شايفين زي ما كنت بقول لكم من شوية، وجود الزعماء والقادة والسلام بحرارة والتأكيد على يعني ما قدمه السيد الرئيس والدولة المصرية من مشروعات، من نجاح. وجود مصر أصلا في شرم الشيخ بهذا النجاح لإنقاذ الكوكب، زي ما قلت هذه هي حقوق الإنسان الحقيقية. إن أنا أتمنى لإنسان الأرض، مش بس الإنسان المصري، إنسان اللي بيعيش على الأرض يعيش في سلام وأمان، وتبقى التغيرات المناخية قوية. الرئيس لما كان في آخر حاجة في جلاسكو كان قوي جدا بكل كلامه، وكان يعني يتمنى وينتظر الجميع في شرم الشيخ حتى تكون قمة التنفيذ شرم الشيخ هذا العام. وكل الحقيقة الجلسات يعني بتشيد بأننا أخيرا وصلنا إلى قمة التنفيذ، إن إحنا نقدر ننفذ على الأرض ونساعد الدول بأنها تتغلب على التغيرات المناخية. تعالوا نتابع معاكم من شرم الشيخ تفاصيل اليوم الخامس من مؤتمر المناخ والفعاليات المقامة على هامش القمة مع زميلنا العزيز كريم بيبرس من التلفزيون المصري. وخلينا نشوف كده معاه بالظبط اللي بيحصل من سوهم. مساء الخير يا كريم. مساء الخير يا شفكي، مساء الخير على جميع السادة المشاهدين. يعني فعلا الصورة هنا من مدينة شرم الشيخ صورة جميلة، صورة مبهجة، صورة إيجابية، مش بنبعتها بس للمصريين هنا في مدينة شرم الشيخ، لكن بنبعتها للعالم كله. هي رسالة سلام للعالم كله، رسالة تؤكد على أن مصر هي بينطلق منها مش بس الحضارة والتاريخ زي ما كنا متعلمين، لا، إحنا كمان بنصنع المستقبل. مصر بتصنع المستقبل بأن هي بتحارب كل ما هو يؤذي البشر، كل ما هو يؤذي المواطنين، مش بس المواطنين المصريين، لا، المواطنين العالميين كلهم. احنا هنا من مصر، من مدينة السلام، العالم كله اجتمع في كوب 27 عشان رسالة واحدة بس، ازاي نقدر ننفذ على ارض الواقع implementation، ازاي نقدر ننفذ كل التوصيات، ازاي نقدر ننفذ كل الافكار اللي كل العالم كان بيقول ان احنا لازم نعملها، مجرد نقاشات مختلفة، لكن الاهم بالفعل هو التنفيذ، وهي أكيد. دي سمة المؤتمر. أكيد. النهاردة طبعا كل يوم كلمني يا كريم، أنا معاك، كلمني عن النهاردة. النهاردة اليوم الخامس، كان في عدد من الجلسات مهمة، كلمني عن اليوم الخامس وأهم الجلسات وما دار في هذا اليوم. ده بالفعل اللي أنا كنت بديت أتكلم فيه. النهاردة كل يوم في المؤتمر ليه سمة خاصة من السمات. النهاردة كان اليوم الخاص بالشباب، الشباب والعلوم، ازاي ربطوا الشباب والعلوم، لانه جزء مهم جدا من التعامل مع التحديات والتغيرات المناخيه هي الابتكارات المختلفه، والابتكارات دي ممكن تبقى ابتكارات علميه للوصول لمشاريع تتم تنفيذها على ارض الواقع، وتكون مشاريع صديقه للبيئه وبتهدف ان هي تقلل الانبعاثات الكربونية. وكمان بالتزامن معها كان جلسات خاصة بالشباب. الجلسات الخاصة بالشباب هي فرصة للشباب ليعرضوا أفكارهم وابتكاراتهم المختلفة، علشان كمان تقدر تقدم لصناع القرار ليتم تنفيذها فيما بعد. كان في قبل كوب 27 على طول كوي 17، وهو برضو مؤتمر المناخ للشباب اللي خرجوا بتوصيات عشان يقدموها لصناع القرار. من أهم الحاجات النهاردة اللي اتكلموا فيها في الجلسات المختلفة هي فكرة تمويل هذه الابتكارات المختلفة ودعمها عشان تتنفذ بالفعل على أرض الواقع. يمكن من كمان أهم النقاط اللي أثيرت النهاردة في الجلسات فكرة الهيدروجين الأخضر، التعامل مع الهيدروجين الأخضر كطاقة مستقبلية جديدة وطاقة نظيفة صديقة للبيئة بالفعل. ده بالفعل تم تطبيقه هنا في أرض مصر عن طريق مشاريع مختلفة، وعن طريق كمان تعاون كبير جدا بين الدول اللي شاركت في كوب 27. كان في اتفاقيات مختلفة ما بين الدول زي مصر والمملكة السعودية العربية، وبي مصر وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، في توقيع لاتفاقيات مختلفة لتطبيق مشروعات خاصة بالهيدروجين الأخضر. لما جينا اتكلمنا كمان مع الناس عن ايه هو الهيدروجين الأخضر وأهميته، ايه هي برضو جزء من الطاقة الجديدة زي الطاقة الشمسية، بيتم
بيتم استخراجه من الماء، ويتم فصل عنصر الهيدروجين من الماء، وبتكون 90% منه هيدروجين اخضر و10% الهيدروجين الازرق. صحيح. الحقيقه انه دلوقتي في توجه لاستخدام طاقه الهيدروجين مش بس في المشاريع الاستثمارات المختلفه على ارض الواقع هنا، لكن كمان في وقود الطائرات، وقود الطائرات في الاساس وقود حفري واحفوري، والوقود الاحفوري هو جزء كبير من اسباب الانبعاثات الكربونيه اللي بتاثر على التحديات المناخيه. علشان كده في دلوقتي الحقيقه توجه لاستخدام الطاقه الهيدروجينيه، لانها بالنسبه للدول الناميه زي مثلا بعض الدول في القاره الافريقيه اسهل بكتير عليها، وهتكون كمان اوفر في التعامل وتوفير بيئه صديقه الحقيقه ما بتؤثرش على التغيرات المناخيه او الاحتباس الحراري. أكيد. أنا عايز أعرف منك طبعا، هايل يا كريم بشكرك، لكن عايز أعرف منك يعني بعض الكواليس. أنت الآن موجود في سوهو، من 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 أجمل الأماكن كمان اللي موجودة في شرم. كلمني عن انطباعات، كلمني عن انطباعات الناس اللي قضت لحد اليوم الخامس، كلمني عن محاورين بعد ما خرجوا من الجلسات، يعني انطباعاتهم عن ما يدور في شرم الشيخ، خصوصا أنه في أماكن مختلفة، في مبادرات من الشباب، في حاجات كتير مختلفة خارج الجلسات كمان. فأنا عايز أعرف منك شوية كواليس، شوية انطباعات من عدد من الدول والمتواجدين في مؤتمر المناخ. كريم، خليني أقسمها لك. يعني فكرة الانطباعات ليها كذا زاوية. في الجزء الأول هو انطباع الوفود اللي شاركت بالفعل في الجلسات. الوفود دي كانت عبارة عن طبعاً قادة وصناع قرار، من رؤساء دول، من رؤساء وزراء، من خبراء متخصصين في المناخ. الحقيقة أننا لما تكلمنا معاهم كان عندهم أمل كبير 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 جدا من اللي سمعوه في الجلسات والنقاشات المختلفة، أنه بالفعل الخطط اللي حصلت أو اللي تم الاتفاق عليها والمبادرات تم اطلاقها هيتم تطبيقها على ارض الواقع. ودي كانت عندهم امل كبير جدا ان هم هنا موجودين في شرم الشيخ، خصوصا ان هم حسب كلامهم شافوا التغيير الفعلي والتحول اللي حصل لمدينه شرم الشيخ، ان هي تبقى مدينه صديقه للبيئه، من اول مدينه في مصر تكون صديقه للبيئه بالكامل. فكانوا حاسين ودي بادره امل ان هي هتكون فعلا فرصه لتنفيذ هذه الخطط وهذه الافكار على ارض الواقع، لان هي دي السمه الرئيسيه لكوب 27 وهو التنفيذ الفعلي على أرض الواقع. كمان لما جيت اتكلمت بقى مع الشباب، في بعض الشباب المشاركين كان مجرد ملاحظين ان هم ييجوا ويتفرجوا ويستمعوا ويشوفوا النقاشات ممكن توصل لحد فين. اتكلمت معاهم كمان وأبدوا انبهارهم الحقيقة بشرم الشيخ عامة، وأبدوا انبهارهم بالتنظيم داخل بشكل عام القاعات المختلفة، لأن المتطوعين هو خاص بالأمم المتحدة والطبع التنظيم، لكن المتطوعين هم مصريين وغير مصريين وشباب كتير جدا. أبدوا أيضا انبهارهم بالموضوع ده. وكمان كان من اكتر الحاجات اللي اتكلموا عليها هي فكره الشباب ازاي قدروا يعبروا عن رايهم، وازاي انه هيتم اتخاذ الافكار دي وتطبيقها. مش بس كده، لا، هيكون الشباب دي عندهم القدره ان هم يشاركوا في التطبيق الفعلي ويكون ليهم جزء من طبعاً المستقبل طبعاً. في قسم ثالث كمان مهم جدا، هي قسم الوفود بشكل عام، ان هم رايهم في مدينه شرم الشيخ وازاي تحولت. والحقيقه انا اتكلمت معاهم بالفعل هنا في شرم الشيخ، وازاي مدينه شرم الشيخ تحولت بطريقه كبيره جدا وجميله جدا وابهرتهم. حتى قاطني مدينه شرم الشيخ كانوا مبسوطين جدا من الاقبال الاجنبي في مدينه شرم الشيخ. انا بتصور كمان يا كريم ان هي هتبقى وجهتهم السياحيه بعد هذا المؤتمر اكيد. يعني انا كريم بشكرك جدا، ومجهودك واضح والتفاصيل الكتيره اللي بتقولها بتعمل مجهود ومشرفنا بجد. كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، مجهود كبير بشكرك، وكل الزملاء اللي بيقدموا كل التقارير من شرم الشيخ. زي ما انتم شايفين الدنيا ايجابيه حلوه، انت طول الوقت بقيت بتسمع عن حاجات كده، يعني زي خليه نحل. شرم الشيخ تحولت الى خليه نحل من الطاقه الايجابيه والافكار الخاصه بالمناخ.